كملينا نحن زينب وحنروح مشاهدينا لحدث علمي شبابي كتير كبير رح تشهده مدينة دمشق بين 17 و20 كانون الأول الحالي. طبعا 400 طالب وطالبة هنن من نخبة سوريا المتميزين بالاختصاصات العلمية رح يتنافسوا على المراكز الأولى في التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري بكل العلوم. أكيد علوم كتير عديدة مثل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، المعلوماتية، علم الأحياء اللي عم تقيمها هيئة التميز والإبداع بمنافسة علمية الكل فيها رابح وجيل جديد من المتميزين والمبدعين والرابحين. أكيد لنا نحكي أكثر عن هالحدث وتفاصيل هالحدث العلمي ورسالته معنا علي رياحي منسق الأولمبياد العلمي بمحافظة اللاذقية. أكيد يسعد صباحا واهلا وسهلا فيك. صباحكم صباح كده. يسعد صباحك. صباح الخير. خبرنا يعني استاذ علي عن المتميزين المشتركين بهالحدث العلمي، كيف وصلوا لهي المرحله؟ هل هن قدامى وجدد ايضا؟ هلا بالبدايه خلينا نحكي عن الاولمبياد العلمي السوري اللي هو اصبح حدث علمي منتظر من كل طلاب المدارس بسوريا. عم بيمر هيدا الحدث في ثلاث مراحل أساسية من التصفيات الوطنية. في المرحلة الأولى بتتاح الفرصة لكل طالب مجمع 2800 درجة أو أكثر بالصف التاسع ليشارك في المرحلة الأولى معنا. بيخضع على طبعا باستمارة إلكترونية، بيدخل بيعدية وبيحط الرغبات، حابب يشارك فيها ضمن الأولمبياد هي بشكل أساسي العلوم الأساسية رياضيات الفيزياء الكيمياء علم الأحياء والمعلوماتية. بناء على هذا الاختبار بيتم انتقاء الطلاب وفرزهم على رغباتهم. طبعا الاختبار الاول وهذا من الجدير التنويه عنه هو اختبار منطق رياضي، وهذا من رؤيه الهيئه بتعميق وتطوير اليات التفكير العلمي عند الطلاب، وايماننا انه الرياضيات هي اساس كل العلوم الاخرى. بالمرحله الثانيه بيتنافسوا الطلاب على مستوى المحافظات ليتم اختيار اول 50 طالب بكل اختصاص على مستوى المحافظات. من هدول ال 50 يتم اختيار الفائزين او المتاهلين الى المرحله النهائيه للاولمبياد اللي هن 50 طالب من كل اختصاص على مستوى سوريا اللي رح يشاركوا معنا ويخوضوا المنافسات الوطنيه بمرحلتها النهائيه من 17 ل 20 الشهر الجاري. تمام. نعم. اليوم خلينا نحكي عن الرسالة اللي حابة اليوم هيئة التميز والإبداع أن توصلها، رسالتكم لليوم. نعم، هلا بدي نوه قبل ما نحكي عن الرسالة أنه بالإضافة للطلاب اللي انضموا لهي السنة معنا، نحن أيضا معنا طلاب الفريق الوطني القدامى اللي انضموا للفريق السنة الماضية واللي قبلهم طلاب الصف الحادي عشر والبكالوريا، ليكون عندنا مجموعة كبيرة وطيف واسع من متميزين علميا. بالنسبة لرسالة الهيئة بشكل عام هي استقطاب المتميزين بمرحلة المدارس وتقديم كل الدعم لهم لتمثيل سوريا على مستوى العالم. يمكن هذا الهدف المباشر، لكن الهدف البعيد اللي احنا بنشوفه انه هذا المتميز الموهوب لازم يعيش تجربة علمية وإنسانية مو مجتمعية مختلفة بتمكنه من استخدام هذا التميز في خدمة قضايا أهله وحيه ومجتمعه بشكل عام. طبعا من خلال المسابقات الاولمبياد المختلفه عم نشوف نحن حالات متميزه مو بس بالمجالات العلميه، لكن ايضا بنشوف الحس العالي السوري عن طلاب الاولمبياد القدامى ايضا من خلال مبادراتهم التدريب، من خلال العمل الجماعي، من خلال مساعدتهم لبعضهم اللي هذا اكيد عم ينعكس بشكل او اخر على جوده المشروع على نتائجه على المستوى البعيد. نعم، خبرنا لكن عن التصفيات النهائية اللي دائما بتصير، شو الجديد هالمرة؟ الحقيقة اللي احنا دائما التحدي مستمر مع انفسنا ليكون عندنا دائما شيء جديد عم نتميز فيه تصفيات مثل ما عم يتميزوا طلابنا. الجديد هيدا السنة والملفت الحقيقة هو مشاركة الطلاب اليافعين معنا بالاولمبياد. نحن طبعا الاولمبياد هو متخصص لطلاب الصف العاشر، لكن السنة تم إتاحة المجال لطلاب الأولمبياد العلمي لليافعين لأنه صف تابع وثامن للمشاركة بالأولمبياد العلمي السوري الأوائل منهم، وشفنا حالات من طلاب صف ثامن تأهلوا معنا لينافسوا طلاب الصف العاشر. وهون بننوه إنه المنافسة هي أيضا كمان منافسة عالية جدا على الرغم من إنه يمكن عمرهم كزمن هو أقل من طلاب العاشر، لكن
اجتهادهم واصرارهم عم بيكون يعني اكبر من عمرهم وبينافسوا طلاب الصف العاشر. اضافه لطلاب الاولمبياد اليافعين في عندنا طلاب الماراثون البرمجي للاطفال واليافعين كمان اللي حاصلين على الميداليه الذهبيه منهم عم ينضموا ايضا لينافسوا باقي الطلاب بمجال المعلوماتيه، وايضا طلاب البطوله المدرسيه البرمجيه ايضا عم بيكون لهم فرصه للمشاركه والمنافسه بهذا الحدث العلمي. عم نشوف من خلال هذه المسابقات المتعدده انه اصبح للاولمبياد العلمي عده روافد لنحقق رؤيه الهيئه بالوصول الى نخبه الطلاب المتميزين. وبالنهايه الهدف هو تمثيل سوريا خير تمثيل بالمحافل العلميه العالميه. تمام، اليوم إذا حبينا هيك نعمل فرق ونشرح اليوم ضمن مجال عملكم، كيف اليوم أنتم قادرين تفرقوا بين التمييز والإبداع؟ اليوم شو هي الفروقات اللي موجودة عندكم؟ هلا خلينا نميز بين شغلتين. بشكل عام في عندنا موهبة بتكون مع الطفل، يخلق موهوب يعني هيبة من رب العالمين، في عندنا ونحن بنشوف انه كل الطلاب عندهم موهبه، ما ممكن تكون هيدي الموهبه بحتى مجالات الاولمبياد، ممكن تشوفها بمجالات ثانيه. وفي النوع الثاني اللي هو المهاره اللي بيتم تطويرها عبر الزمن، فنحن بنحاول من خلال الاولمبياد نكون في فرصه لهدول الطلاب الموهوبين لحتى نعزز موهبتهم ونصلها، وايضا من خلال الطلاب اللي عندهم الاجتهاد العالي واللي عندهم الرغبه بتطوير مهاراتهم كمان بنحاول من خلال تدريباتنا المستمره ومن خلال لجاننا العلميه انه ندعم هدول الطلاب وليطوروا مهاراتهم. بالنهايه نحن دائما بنقول لكل مجتهد نصيب، والاجتهاد هو السمه الاساسيه لطلاب الاولمبياد ليوصلوا للنتائج اللي فعلا بتعبر عن امكانياتهم. نعم، يعني بالختام اذا بدنا نسالك اذا في هيك طموحات عندكم على المستوى العالمي قبل ما نختم. صحيح، احنا دائما طموحنا متجدد ودائم هو الحصول على الميدالية الذهبية. نحن طلابنا وصلوا على الميدالية الفضية، ونحن بنأمل أنه نوصل على الميدالية الذهبية بكل الاختصاصات. هذا الأمل الكبير لنا واللي عم نشتغل عليه بشكل مستمر، ونحن واثقين من خلال تعاملنا مع الطلاب أنه قادرين يوصلوا لهذا الإنجاز. وبدي أتشكر حضراتكم، وبدي أتشكر أيضا كل الجهات شريكة معنا برعاية المتميزين، إن كان الأهالي إن كان المدرسة وكل الجهات المجتمعية اللي بتشاركنا رؤيتنا بأنه هدول المتميزين هن أمل سوريا القادم. نعم، بدنا نتشكرك الأستاذ علي رياحي المنسق الأولمبياد العلمي من محافظة اللاذقية، كنت معنا عبر اتصال هاتفي، وأكيد بدنا نتمنى لكم النجاح، ونحن أكيد فخورين جدا فيكم. أكيد بنتمنى لهم كل النجاح والتفوق لطلابنا الأعزاء بالفرق الوطنية بهيئة التميز والإبداع يا رشا. أكيد.